والله العظيم المكان هذا ما هو حتى في خارطة العقار يا ناس، افهموا والله ما يجينا هنا إلا الجن. لسه سمعتها؟ ها؟ سمعت؟ ايوه شفتها. قطوة ايش؟ قطوة مرت من هنا. ما شفتها والله. قطوة مرت، ايش في امك؟ المهم ايش قررتوا انتوا الحين؟ نصبر صبر زين. بغض النظر ان خالد اخر شخص يتحلى بالصبر، بس انه صادق نصبر. قسم بالله لا يحكيك على وجهك سلطان. ايش فيك منفسين؟ جنك قاعد تلعب وهو قاعد ونبيع. ياد من جينا الفندق ما عرفت ارقد. زودنا على ذا البرد في صوت طقطقه، اسمع كل يوم في طقطقه، في صوت طق طق طق. هذه فصلات البيبان طال عمرك. الحين فصلات البيبان؟ وكنت اول تقول انه قطو. لا ذي قطوه شفتها انا، ما له دخل. خلونا من القطوه الحين، انا البيبان وامنا بالله فهمنا. الصوت اللي في السقف، في صوت في السقف اسمع اللي زي اللي عوي. لا يا شيخ في خرفشه في السقف. ايوه اللي في السقف المواصير، المواصير يا اخي ما اهتني قد قلت لكم. تقولون روح صلحها روح صلحها يا ولي، منين لي؟ والمواصير هي اللي تسولف عند راسي؟ لا هذا انا. قد قلت لكم اني اسولف انا نايم، ايش فيكم؟ انا قد درت انه ما بس الفندق يبغى له صلاح، حتى مخك يبغى له صلاح. يا رجال لا تصلحني، اعطني فلوس خلنا نجيب عامل اللي يضبط ذا المكان وكثر خيرك. والله الصلاح من الله، ولا قد جانا مبلغ في ذا الفندق كان بعنا. اقعد ارمم واجيب عامل وظبط عامل وما ادري ايش، يا احبكم لذا الشقا. تعيد السالفه 100 مره، خلاص ابن الحلال قلنا لك نتحمل ونصبر على الشقا يوم يومين ثلاثه، اليوم اللي ب 300,000 بكره يدق مليون وهو يضحك. ايوه والله شفت بقالتك، لا خليها هايبه، ما ينادونك الا الشيخ ناصر ابو منصور. هاي كله ضبطك. ترى كم يوم بنقعد على الحديده؟ وقتها ايش بنقعد نسوي؟ نتسلف من العالم ولا ناكل مكتوف بعض؟ لا لا ايش دعوه؟ بالعكس شوف فينا اذا مره مره طبيعه. شوف بغض النظر ان اخوك يبغى نرعى مثل البهم، لكن ياد ما تضيق الا الرخوم. ما عليك بنصبر. ايش قاعد تسوي انت؟ وجه البكايه. أيوة أيوة. وجه البكايه. شوف اقسم بالله يضحك وجهك كانك قاعد تبكي. اقسم بالله يا ولد روح دوره في الطبيعه. يا ولد شوف معي فلوس عشان اقعد اصلح ولا اشتري جوال ثاني يا بزر. الحين فهمت ان ما عندك فلوس؟ الله ياخذ. روح دوره يا بزر. خلاص 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 ما ادري كيف، عالم غريبه، احر ما عندي ابرد ما عندهم. خالد اعطيني جوالك ابغى اكشف. يا ورع اقسم بالله انك بزر يا ناصر. اقعد استنى الطبيعه تشرق الشمس ودور جوالك يا. خلاص بنقوم ندور معك، بنقوم ندور معك ورع. في امك تفزز طول الليل ما خلتني انام، ما ادري سمعت اصوات كذا وخفت. اجل ما بلقطه بس انت حاول.